على طريقة وكيفية حل مشكل فاير بلاي ستور. قوموا بضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سنقوموا بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على فري فاير خاص بكم، من ثم سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سنقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سنقوم بالبحث عن فري فاير خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فري فاير. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.